السكوت أحياناً بيشرح شغلات أقوى من الحكي بكتير. هو بفراغ كبير بس في بتمه حاكي كتير وهو حدا ما بيحكي، وهالشي بيوجع أكتر. يا الله، هاي معجزة يعني؟ انت كيف بتفيق هيك الصبح؟ شو هالحالة يلي نحن فيها؟ انت يعني انت قصدك ايه؟ لانه انا مو كتير فهمت عليك. ايه طبعا انا موافقة، جيم انا كتير مبسوطة. Mm-hmm.